أبلغتكم أنني سأتخلى، لن أرشح نفسي، لن أرشح نفسي للرئاسة، وسأتخلى عن السلطة وأسلمها للشعب. أنني أخاطب الشعب اليمني العظيم الذي خاطبني والذي جاء إلي إلى هذه الساحة المباركة، وأني تلبية لنداءكم وبياناتكم، أنني معكم، أنني معكم، أنني معكم، أنني أذك أي الأخوة أنكم سوف توقفون إلى جانبي في قيادة المسيرة في المستقبل إن شاء الله. لا تمديد ولا توريث ولا تصفير العداد، كما جاء في الأسطوانة المشروخة أنه الرئيس يريد أن يورث ابنه ويريد أن يصفر العداد، بل جاء على نت بعض رفاقنا قلع العداد، هذا غير وارد في برنامج الرئيس. ندعوهم إلى الحوار والوقوف على طاولة المفاوضات، ونحن على استعداد لتلبية طلباتهم إذا كانت مشروعة، وأنا على استعداد، وأنا على استعداد، على استعداد لرعاية الحوار الوطني بصفتي كرئيسا للدولة، لا بصفتي كرئيسا لحزب، بصفتي كرئيسا للبلاد، كل البلاد. عندما تتوفر حسن النوايا لدى الجميع ما تشكل مشكلة. احنا عندنا حتى مش مشكلة، حتى لو يشور رئاسة الحكومة بندي لهم رئاسة الحكومة، لكن انا ما اعتقدش انهم يقدروا يديروها ولا الاسبوع. لا يمكن باي حال من الاحوال ان السلطة والنظام السياسي ان يقدم نفسه الى المشنكة في كل الاحوال. تعالوا للحوار السياسي وننتقل بالسلطة سلميا عن طريق المؤسسات الدستورية. أما نحن في القيادة لا نريد السلطة، ونحن بحاجة إلى السلطة، لكن نحن بحاجة أن نسلم السلطة إلى أيادي آمنة. يعني عندهم الرحيل، مطلوب رحيل السلطة وتسليم السلطة على التو. ما عندنا مشكلة حول رحيل السلطة، لمن ومن؟ نحن في السلطة أو في القيادة مش متشبثين في السلطة، بس لمن؟ لا يعني إلى المجهول. إحنا ما بنقدمش التنازلات، بنقدم تنازلات لجنب اليمن ويلات الحرب، لكن من الآن، من الآن ما بنقدم تنازلات. فعلى الطامعين في السلطة أن يسلكوا سلوك حضاري، وأن يتجهوا نحو صناديق الاقتراع، وإذا منحهم الشعب ثقته فنحن نسلم لهم أولا بأول. وأخاطب الأصدقاء عندما نتحدث عن نقل السلطة سلميا وسلسا، ما عندنا أن ننقلها إلى نائب رئيس الجمهورية. المهم، هل ستخرجون المسلحين؟ هل ستنهوا الخنادق؟ هل ستنهوا الموانع في العاصمة وغيرها؟ مش ان احنا نشتي سلطة، انا ارفض السلطة وسارفضها في الايام القادمة، وساتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة.